اهلا بيكم. اول حلقه من برنامج مطبخ مهاليزم. النهارده انا هعمل لكم طريقه عمل الكنافه بالنوتيلا بطريقه سهله وبسيطه ومفتكسه، علشان انا اللي اخترعت الطريقه دي، مش هتلاقوها عند اي حد، مفيش اي حد بيعمل الطريقه دي نهائي، واتحدى يعني مش مخترعاها قوي، بس انا شفت طرق كتيره جدا لعمل طريقه الكنافه بالنوتيلا وجمعت كام حاجه كده واخترعت طريقه يعني جميله جدا. اهلي جربوها، اصحابي جربوها، فعلشان كده حبيت ان انا اشارككم الطريقه واوريها لكم، مادام هي طريقه ناجحه وطبعا هتفيدكم واكيد هيبقى سعرها ارخص من اللي احنا بنشتريها من بره. فيلا بينا وطريقه عمل الكنافه بالنوتيلا. خلونا نبدا على طول، وزي ما قلت لكم قبل كده اعملوها بنفس الطريقه اللي انا هعملها، بنفس الخطوات، بنفس كل حاجه، علشان لو انتوا عملتوا حاجه مختلفه عن كده انا مش مسؤوله خالص عن المنتج النهائي. تعملوها زي ما انا بعملها اوكي، مش هتعملوها تغيروا بقى حاجه، هتشيلوا حاجه، هتحطوا حاجه مكان حاجه، انا ماليش دعوه. وديني بقول وبحذر. يلا بينا. بصوا دي المكونات بتاعتنا، دي نص كيلو كنافه وشوكولاته نيوتيلا وكريم شانتيه دريم وسمنه كريستال اللي هي الفلاحي، وده شربات انا عملته كوبايتين سكر على كوبايتين ميه عشان عايزاه يبقى خفيف ومش بحط عليه ليمون. في ناس بتحط عليه ليمون وانا ما بحبش بصراحه طعم الليمون فيه، وعايزاه ان هو يبقى خفيف كده ما يبقاش ماسك في بعض. فيلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنحمر الكنافه على النار بالسمنه، بعد كده هنحضر الكريم شانتيه، هتلاقوا طريقه التحضير على الكيس من ورا، وهنحط لبن او ميه ساقعه عليه ونضرب كويس قوي لحد لما يبقى ده القوام بتاعه. دي الكنافه بعد لما اتحمرت، هنحط عليها الكريم شانتيه ونقلب كويس جدا علشان يختلطوا ببعض. بعد كده هنحط الشربات شويه شويه ونقلب كويس، واخر حاجه هنحط النوتيلا على الكنافه ونقلب كويس جدا، وبعد كده نعجنهم في بعض علشان كل المكونات تختلط في بعض. هنجيب صينية ونحط بولة على جنب بالشكل ده علشان انا عاوزة اعمل الكنافة على شكل هلال، وهحط الكنافة حوالين البولة واضغط كويس علشان تاخد الشكل. وممكن كمان اعمل في طبق، تقدروا تعملوها في صينية او طبق زي ما تحبوا. بعد كده هحط على الوش نوتيلا وافردها كويس جدا. هجيب شوكولاتة مالتيزرز وازين بيها الكنافة داير داير بالشكل ده. وبعد كده هجيب المكسرات، ودي اختياري حسب انتم بتحبوها ولا لا، وعملت طريقة تقديم تانية في بولة ازاز لكل فرد. وبكده نكون خلصنا طريقه عمل الكنافه بالنوتيلا. طبعا انا عارفه ان هيبقى في ناس كتير جدا مستغربه الطريقه دي اللي هي بتحط كل المكونات على بعض وتعجنها، بس جربوها بجد هتعجبكم جدا. عملت طريقتين للتقديم، اول واحده هي الصغيره دي، بصوا دي في قالب كده. لو انت حابه تعملي لكل واحد بعدد افراد مثلا الاسره او جايلك حد فانت عارفه العدد، فهتعملي لكل واحد في القالب ده، هو شكله صغير بس بيكون كتير قوي على فكره. وتاني طريقه تقديم هي طريقه الهلال، بصوا انا عملتها كده، انا عملتها في الصينيه على طول، ممكن انت تعمليها في الصينيه بعد كده تقلبيها في طبق، او تعمليها في طبق تقديم على طول. يا رب تكون الفكره عجبتكم والطريقه كده عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت وتشتركوا بالقناه وتدوسوا على زرار السبسكرايب الاحمر تحت الفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اجدد الفيديوهات اللي بنزلها، ولايك لصفحتي على فيسبوك هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس، واستنوني في فيديوز تانية وافكار كتيره قوي.